السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصفة ثلجية تضرب اسطنبول. وعن الجو في اسطنبول الأيام اللي فاتت، الجو كان تقريبا خلاص يعني شبه اتعدل شوية، الجو شبه دفى شوية يعني، بس تقريبا كان الكائن السرطاني المحتل اللي كان في تركيا امبارح، يعني كأن الأرض تطرده. زي ما كانت من شهر ونص، من شهر ونص كده في يناير كان في عاصفة ثلجية كانت شديدة جدا، الثلج ارتفع في المكان اللي أنا موجود فيه حاليا يعني تقريبا أزيد من 60-70 سم، في سيارات اختفت على الطريق الرئيسي بره تماما، اختفت تماما ما بقتش موجودة، الثلج غطاها تماما يعني. فهي العاصفة مش بالقوة اللي كانوا متوقعينها الأتراك، يعني الأتراك المرة دي كان اي اكشن بقى، اللي هو التلج يعمل فينا زي المره اللي فاتت، لا احنا مستعدين بعربيات التلج بقى والملح بتاع التلج وكده، التلج نزل على القلب يعني. عاصفه مش قويه قوي لكن الثلوج موجوده في الاخر. Thank you.